السلام عليكم. لو راقبنا أنفسنا ومن حولنا كم مرة نقول كلمة أخاف في اليوم الواحد بلساننا أو في خواطرنا؟ الخوف هو سبب الكثير من العقد والاضطرابات النفسية والتردد وضعف الثقة في تكوين الشخصيات في واقعنا. إذا كان الإنسان يخاف الخطأ في أبسط القرارات لأن ضريبته باهظة التكلفة في واقعنا، وإذا كان يخاف أن يعبر في البيت عما في نفسه لأن ذلك ليس من بر الوالدين كما يفهم البعض، وإذا كان يخاف مع أصدقائه ومجتمعه أن يفصح عما في داخله، عما هو مشروع أصلا لأنه تحت الرقابة والمحاسبة وسيف المجاملة وإرضاء الآخرين، وإذا كان يخاف أن يصادر سمعته أتفه الناس ويصدقه الناس دون مبرر بسبب سلوك اختاره له وجه من المشروعية، حتى يصل الحال أن يخاف من التعبير عن حبه لزوجته لأن في ذلك استعمالا لتعبير خادش وخارم للمروءة. كل ما حوله يخيفه ويكبته ويخلق منه إنسانا آخر يعاني من تشوهات النفس وعدم سوية السلوك. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فالخطاء والتواب صيغة مبالغة، أي يكثر من الخطأ والتوبة. وإذا كان الله يغفر الذنوب صغيرها وكبيرها وأمر بسترها، فمن الذي جعل البشر قضاة يصدرون الأحكام والعقوبة لإنسان لم يضرهم ولم يتعرض لهم؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازحه الصغير والكبير، ويقول له أحد الشباب إذن لي بالزنا يا رسول الله، ويستشير أصحابه ويستنطقهم ويناقشونه في شؤون الدنيا ويستفهمونه في شؤون الدين، وتكلمه أزواجه دون حرج ويعبر عن حبه لعائشة رضي الله عنها أمام الناس دون حرج. إن التعبير عن الذات بحرية دون رقابة ولا خوف ضرورة عقلية وعاطفية ونفسية، وليس مجرد حاجة عابرة أو شيء كمالي وتحسيني يمكن الاستغناء عنه. فالتعبير مثله مثل النفس الداخل والخارج، حيث يكون الإنسان مجموعة تصورات عنده عبر المدخلات ويخرجها على شكل تعبير وإفصاح. إن أبرز خصيصة للإنسان وهي الحرية والاختيار المشروع إذا قتلت، فهل ننتظر مجتمعا سويا أو شخصية سوية أو سلاما نفسيا أو شفاء من العقد أو شخصا شجاعا حكيما؟ أراد الله للإنسان أن يكون حرا ولا يخاف إلا منه سبحانه، ويطلق طاقته ويؤكد ذاته، فأبى الإنسان إلا أن يخاف الذين من دونه، كما قال سبحانه أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. سنجني من التعبير عن النفس وعن الذات أشياء كثيرة، منها الراحة والصحة النفسية، وذلك من خلال توكيد الذات والتعبير الحر والشعور بتكسير قيد المدارات والإحساس بالاستقلال والوجود واحترام الذات بالتعبير عنها دون خوف. ومنها احترام الناس، فالكثير يحاول استرضاء الآخرين أكثر من بيان الحقيقة لهم، فينقمون عليه بمجرد مخالفتهم، ثم يعود لاسترضائهم فيبدو أمامهم مهزوزا مترددا. ومنها محبة الناس، فإن أكثر الناس تحب الواثق القوي وإن خالفهم أكثر من المجامل الذي يشعرون أنه لا يقول الحقيقة وتفضحه تعابير الوجه والجسد. ومنها قوة التأثير، فلن تجد مؤثرا إلا ومعبرا عن نفسه بجرأة وصدق، فلا يضر المرء كثرة المخالفين ما دام يقول الحقيقة. ومنها إقامة الدين، فكثير من شرائع الدين من النصيحة وقول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحب الآخرين قائم على التعبير بثقة واطمئنان وشجاعة. ومنها الصحة الجسدية،
فكثير من الأمراض ناتجة عن كبت المشاعر والكلمات والتعبير عن الذات، فلا بد أن يصيب الكبت أحد الأعضاء الداخلية بالأذى ما لم يجد قنوات التصريف النفسية المطلوبة. ومنها الخلق الحسن، فإن التعبير يصنع في النفس الشجاعة والصدق ويخلصها من الجبن والنفاق، فليس كل الصمت نضوجا ولا كل الكبت حكمة. ومنها تحقيق الذات، فمن تعود على الصمت والكبت غدا بلا هوية، وأصبح مشروعا يلبي ما يطلبه الآخرون منه دون حد أو نهاية. فكل واحد منا إنسان متفرد، خلقنا الله وكرمنا لنثبت وجودنا وأثرنا وبصمتنا، لا ليصادر أحد عقلنا وسلوكنا. ومنها أداء الرسالة، فالمجاملة والمداراة والتغافل مطلوبة، لكنها خلق نمارسه مع الجاهلين أو في صغائر الأمور، أما ما يحتاج لبيان وتعبير ورأي فهو مسؤولية شرعية وحاجة نفسية في التعبير مع العالم والجاهل. ومنها استعمال الحق، فالواجب عدم السماح لأحد مهما كان باضطهادنا ما دمنا نعبر عن أنفسنا بثقة وأدب، فإن سخط السامع فهذه مشكلته هو لا مشكلتنا نحن. إن حرية التعبير وعدم الخوف مقصد إسلامي ينجينا من كثير من العقد والتشوهات النفسية، ويحرر طاقتنا ومواهبنا لننتج في الحياة بلا قيود أو عقبات. السلام عليكم.